السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالمرجع في الرياضيات المستوى الثالث. سوف تجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 69 من الكتاب المدرسي، درس رقم 16، الأعداد الكسرية، تقديم قراءة كتاب. بالنسبة للأعداد الكسرية، التلميذ خصو يعرف في هذا الدرس قبل بأن العدد الكسري كيتكون من بسط ومقام. البسط هو العدد اللي كيكون في الأعلى كينخط الكسر، والعدد اللي كيكون لتحت كيتسمى مقام. باش نوضعوه أو نكتبو الكتابة الصحيحة، مهم احنا نحاول نتعرفو على هذه المسائل كاملة ملي نبحث ونطبق. تمثل الأشكال قطع حلوى متشابهة اشتراها 4 أصدقاء. 4 الأصدقاء اللي هما سامية، أمين، أحمد، فاطمة، شراو الحلوى عبارة عن مربع كما كتشوفوا. فين كاين الفرق؟ أن كل واحد كيفاش قطعها. أمين قطعها على شكل 4 مثلثات متساوية، فاطمة قطعتها على 4 ديال الأجزاء حتى هي على شكل مربعات، حتى هادو قسموها على 4 ولكن على شكل مستطيلة أحمد وسامية. الأجزاء الملونة تمثل ما أكله كل منهم من قطعته. سامية هادو اللي ملونة بالصفر هما اللي كلات سامية، إذا شحال بقى لسامية؟ قطعة واحدة. أحمد هادو اللي ملونين بالصفر هو اللي كلا، إذا شحال بقاو له؟ 2 القطع. أمين كلا الحلوى كاملة، وفاطمة كلات قطعة وبقاو لها 3 القطع. 3 القطع من أصل شحال كانت عندها من قطعة؟ 4، وكلات وبقاو لها 3، يعني كلات قطعة واحدة. نكتب العدد الكسري الذي يمثل الجزء الحلوى الذي أكله كل منهم. إذا نردوا البال، ديما في هذا الرقم اللي في الأسفل اللي هو المقام كنكتبوا العدد الإجمالي للقطع، يعني الملونة والغير ملونة كلش. نبدأ مثلا بأحمد، أين هو أحمد؟ هو هذا، شحال من قطعة؟ إذا قطع 1، 2، 3، 4 كنكتبوا القطع كاملة. إذا كنجيو نكتبها هنا في الأسفل، شحال كلا؟ هو الجزء الملون، شحال واحد ملون؟ 1، 2، كنوضعها في المقا في البسط يعني في الأعلى. وبالتالي ما أكله أحمد هو 2 من أصل 4، أو نقول 2 على 4. فاطمة هي هذه، جزأت حلواها إلى 4 قطع متساوية، إذا 1، 2، 3، 4، 4 سنكتبها في المقا. ثم كم أكلت؟ جزء واحد نضعه في البسط، إذا فاطمة 1 على 4. سمية جزأت حلواها إلى 4 قطع متساوية وأكلت 3، إذا 4 على 3. أمين جزأها إلى 4 مثلثات متساوية وأكل 4، إذا 4 على 4. وهنا خص ندير إشارة لأن أي عدد على نفسه يساوي 1. 4 على 4 كتساوي 1، 10 على 10 كتساوي 1، 100 على 100 كتساوي 1. كيما بغى يكون داك العدد كبير أو لا صغير، فهو على نفسه كيساوي لنا 1. بالنسبة للباء، نقارن هذه الكسور بوضع الرمز أكبر ولا أصغر أو تساوي. بالنسبة لهم هنا غادي نبداو في الأول عاد نوصلو للاستنتاج، نشوفو 2 على 4، ماذا تمثل 2 على 4؟ هو هذا الجزء الملون عند أحمد، و3 على 4 هو الجزء الملون عند سامية. دابا إلا قارنا هاد الجزء الملون هنا مع هاد الجزء الملون هنا، شكون اللي كبير؟ هذا اللي ملون عند سامية. إذا 3 على 4 أكبر من 2 على 4، أو نقول 2 على 4 أصغر من 3 على 4. لاحظوا هنا عندهم نفس المقام، المقام هو العدد اللي كاين في الأسفل، إذا هنا 4 من 4 عندهم نفس المقام. إذا نقارن البسطين، نقارن هادو بجوج، هنا 2 هنا 3، إذا 3 أكبر من 2. غادي ندير إذا دابا فاش يكون عندك جوج أعداد كسرية وعندهم نفس المقام، شوف البسط، شوف الفوق اللي عنده البسط كبير هو أكبر عدد. إذا 1 على 4 و2 على 4. إذا غادي نشوفو هنا 1 وهنا 2، وهنا 4 4، إذا المقام متساويين. نقارن البسطين، هنا 1 وهنا 2، 1 أصغر من 2، وبالتالي 1 على 4 أصغر من 2 على 4. نفس الشيء هنا، رد البال، عندنا 2 على 4 و2 على 4 عندهم نفس المقام 4 4، وحتى البسط نفسه. إذا هذا العدد يساوي،
يساوي هذا العدد 2 على 4 تساوي 2 على 4. 1 على 4 نقارنه ب 3 على 4، عندهم نفس المقام 4 4، اذا نقارن 1 و 3، 1 اصغر من 3، اذا 1 على 4 اصغر من 3 على 4. 2 على 4 مقارنه ب 4 على 4، 4 على 4 4 4 مقام موحد، والبسطين هنا 2 و 4 2 اصغر من 4، وبالتالي 2 على 4 اصغر من 4 على 4. هذا 4 على 4 شحال كنا كتساوي؟ كتساوي 1، لان اي عدد على 1 على 1 كيساوي 1، 2 على 2 كيساوي 1، 3 على 3 كتساوي 1، 7 على 7 كتساوي 1، اي عدد على نفسه كيساوي لنا 1. ننتقل لسؤال ج، نلاحظ بسط ومقام كل عددين كسريين ونستنتج. حنا شفنا شنو الاستنتاج، راه قلت لكم قبيل، عندما يكون المقامين متساويين، يعني هذا المقام كيساوي هذا المقام، فان العدد الاكبر هو الذي له اكبر بسط. العدد باش كنعرفوا الكبير هو اللي عنده البسط كبير. فيما يخص تمرين رقم 1، تم تجزيء الشريط، هذا الشريط هو عندنا هنا كاملا، بكيفيات مختلفة، كل مرة جزئناه بواحد الطريقة تختلف عن الآخر. أكتب الأعداد الكسرية الممثلة ثم أقارنها بوضع الرمز أصغر أكبر تساوي. هنا نشوف شحال تم تجزيئه لثلاثة القطع، 1 2 3، وشحال ثلاثة فين غادي نوضعوها؟ في المقام، نحسبوا الجزء الملون فيه، 1 2، إذا 2 على 3. نفس الشيء هاد هنايا 1 2 3، تم تجزيئه إلى 3 فين كنوضعوها؟ في المقام، وهنا 2 يعني 2، 2 على 3 كتساوي لنا 2 على 3، لأن نفس المقام لهما المقام موحد، نفس المقام وعندهم حتى البسط نفسه، إذا هنا تساوي. ننتقلوا للوضعية الثانية، ردوا البال، هنا تم تجزيء هذا إلى 4، وضعناها في الأسفل، وتم تلوين 4، 4 على 4 شحال كتساوي لنا؟ 1، وهنا لم يجزأ، يعني قطعة وحدة وملونة كاملة، 1 على 1 راه قبيل وأنا كنقولها، 4 على 4 راه كتساوي 1، 1 على 1 كيساوي 1، إذا هناك تساوي، وحتى من خلال الشكل يمكن لك تلاحظ التساوي، ها أنتوما هنا قد هذا قد هذا، حتى هذا قد هذا قد هذا، كلهم ملونين. انتقلوا لنا 1 2 3 4 5، 5 القطع تم تجزيئها الى 5 كنوضعوها في المقام، ونحسبوا عدد الملون 1 2 3 4، اذا 4 على 5. ثم هنا تم تجزيئها كذلك الى 5 اجزاء، 1 2 3 4 5 نوضعوها في المقام، وعدد الملونين هو 1 2 3 3. بما ان المقامين متساويان عندهم نفس المقام، نقارن البسطين، هنا 4 وهنا 3، 4 اكبر من 3، اذا 4 على 5 اكبر من 3 على 5. هذا كل ما يخص التمارين الموجوده في الصفحه 69 من الكتاب المدرسي. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا، كنتظر الدعم ديالكم للقناه عبر وضع جيم للفيديو ولي كومنتار، كذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. الناس اللي كتشوف القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل لكل شيء جديد.